موجز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائية، حياكم الله. استشهد 52 مدنيا بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات في مجزرتين مروعتين ارتكبتها طائرات العدوان الروسية في مدينتي كفر بطنة وجسرين في ريف دمشق، حيث استهدفت الطائرات أسواقا شعبية وأحياء سكنية في البلدتين بشكل مباشر، كما غارت الطائرات على مدينة سقبة وخلفت عددا من الجرحى. وفي مدينة دوما استشهد 8 مدنيين بقصف بالصواريخ العنقودية وبقذائف الهاون من قبل قوات النظام على الأحياء السكنية. وفي مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي سقط 11 شهيدا أغلبهم أطفال ونساء بمجزرة ارتكبها الطيران الروسي، كما استشهد 6 مدنيين وجرح آخرون بمجزرة تشارك في القيام بها الطيران الروسي وطيران النظام في محيط مدينة القريتين بريف حمص الشرقي. وفي يوم أصر العدوان الروسي على تكثيف المجازر فيه استشهد كذلك 7 مدنيين وجرح آخرون في قرى جبلي الأكراد والتركمان بريف اللاذقية جراء غارات مكثفة، بينما سقط قتلى من قوات النظام على يد الثوار قرب بلدة عرافيت جراء محاولتهم التسلل إلى المنطقة. استشهد 4 أطفال وجرح آخرون في قصف مدفعي لقوات النظام على بلدة الحارة بريف دال العرغبي، في حين شن الطيران الروسي غارات مكثفة على عدة مدن وبلدات في الريف الشرقي والشمالي والغربي، كما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على بلدة زمرين شمال درعا. سقط 4 شهداء في قرية الأربعين بريف حماتة جراء قصف للطيران الروسي، كما تعرضت بلدة كفر نبودة وأحياء مدينتي لطامنة وكفر زيتا لغارات مماثلة وسط قصف مدفعي من قوات النظام المتمركزة في الريفين الشمالي والغربي. استشهد 3 مدنيين وجرح آخرون بغارة للطيران الروسي على الطريق الواصل بين بلدتي يحرص وكفر ناصح بريف حلب. من ناحية ثانية استعاد الثوار السيطرة على قرى براغيدة والخربة وغزل ومعمل الغاز بالقرب من الحدود السورية التركية بعد معارك عنيفة مع تنظيم الدولة. نهاية الموجز بأمان الله.